مرحبا مواليد برج السرطان، كيف بده يكون شهر حزيران يونيو 2024؟ شهر حزيران يونيو 2024 يحمل بشكل مختلف كوكب المشتري وجوده في برج الجوزاء. هيدا اللي بيفرقه عن السنة الماضية لما كان كوكب المشتري برج الثور. هيدي السنة كوكب المشتري رح بيكون برج الجوزاء لحتى يعطيكم الحماية المميزة، القدرة على إيجاد التوازن والفرحة والسلام الداخلي. هيدا شيء كتير مهم، يعني الكثير والكثير لمواليد برج السرطان. هيدا شهر بتحتفلوا فيه بانتقال الشمس لبرجكم، يلي طبعا حدث بيصير مرة واحدة بالسنة، هو حدث طبعا بداية فصل الصيف. رح بيكون هيدا الحدث منتصف الليل خميس جمعة 20 و21 حزيران يونيو، فحضروا حالكم لأنه مش بس الشمس رح بتروح لبرج السرطان، بتاريخ 17 عطارد والزهرة رح بيروحوا لبرج السرطان لبرجكم حتى يساعدوكم، رح يعطوكم القوة الهائلة والحظ الباهر. بهذا الشهر بقسمه مثل العادة إلى جزئين، الجزء الأول من واحد لمنتصف ليل منتصف الليل 20. الشمس ببرج الجوزاء هي مثل العادة، دايما دايما لما الشمس بتكون برج الجوزاء بتكون الأجواء ضعيفة وخفيفة ومنا سريعة، وكأنه مثل اللي رايح وصل على المحطة هلكين وبيقعد بنزل الرحال غراضه وبينطر ليوصل القطار ينطلق ببداية فصل الصيف بمرحلة جديدة برحلة جديدة. فثلاث أسابيع رح بيكونوا هيك نوعا ما، عم بتخلصوا عم بتمهدوا عم بتشيلوا من دربكم وعم بت عم بتمهدوا للانتقال. اجمالا فتره اذا بدنا نفسرها على يعني بطريقه روتينيه يوميه، بنقول مثلا بالبيت بتخلصوا أشغال البيت، يلي بده يفضي البيت، يلي بده يطلع على الجبل، يلي بده يروح ينتقل إلى مطرح آخر، التلاميذ بيخلصوا مدارس، بينهوا سنة، بكبوا هالدفاتر، بكبوا الكتب اللي ما ماشي حالها، الأشياء القديمة يلي انتهت، وكأنه عم بينهوا سنة وعم يبلشوا سنة جديدة. نفس الشيء كيف كل العالم المدارس بتخلص تنقول بحزيران وبينتهي عام، نفس الشيء لمواليد برج السرطان، بينتهي عام وبتبلشوا عام جديد يلي المفروض يكون كتير حلو. بتعرفوا ليه؟ لأنه السنة التالية رح تستقبلوا كوكب المشتري ببرجكم، فحضروا حالكم، ما تنزعوا هيدي السنة بقرارات وبخطوات تندموا عليها. عودة للجزء الأول، الجزء الأول في عنا قمر جديد في برج الجوزاء يوم 6 ب6 حزيران. لما بيكون القمر ببرج الجوزاء، قمر جديد ببرج الجوزاء اللي هو أصلا كوكبكم الحاكم، هيدي معناتها مواليد برج السرطان بدكم تفوتوا لجوا تهتموا بحالكم. يمكن النفسية بخلال فترة القمر الجديد ببرج الجوزاء تكون ضعيفة، تكون حزينة، تكون فيها حنين، يكون فيها شوية لوعة وشوية حنية للماضي، لكن بدكم تخلوا كل الامور حزينه على جنب، بدكم تحضروا حالكم كل هالامور، تمهدوا وتحضروا حالكم، تشيلوا كل الحزن وكل شيء الاشياء السلبيه وتعملوا مجال وتفسحوا في المجال لامور جديده حلوه تدخل على حياتكم. هالقمر الجديد في برج الجوزاء يمكن يسمح لكم انه فعلا تكتشفوا نقاط ضعف عندكم، ويمكن تكتشفوا نقاط ضعف عند الاخرين، ويمكن تاخذوا قرارات انه في اشخاص بدكم تبتعدوا عنها لسبب او لاخر، يمكن لانه عم بياثروا عليكم سلبا او اذا ايجابا بيكون كثير منيح. معناتها في اكتشاف لمسائل بتخليكم نوعا ما بالنتيجه تكونوا ماشيين على الطريق الصحيح. يعني اذا بتعرفوا في صديق يعني منكم مرتاحين له، اذا بتعرفوا في صديقه مش مرتاحين له، إذا في شيء ما حابين تدرسوا، مش حابين تشتغلوا، ما حابين المكتب، ما حابين الترتيب بديكور بشغلة معينة، هالقمر الجديد رح بخليكم تشوفوا الأمور مثل ما هي وتبلشوا تشتغلوا على تحسينها وتقويتها. أيضا نفس الشيء إذا عندكم مشاعر ضعف كمان هيدي فترة بدكم تشتغلوا عليها تقووا حالكم. لما يوصل القمر لبرجكم تتغير الصورة كليا، بيجي معكم الزهرة وعطارد دعم لكم ابتداء من تاريخ 17، يعني قبل ما يوصل فصل الصيف، لحتى يعطيكم القوة لكم شفتوا انتو اقوياء جدا. بيوصل فصل الصيف ومواليد برج السرطان ما كأننا بنعرفهم، يلي شفناهم بشهر حزيران يونيو ما كأنه هيدا هو نفس الشخص اللي عم نشوفه بالعشرة ايام الاخيرة من شهر حزيران يونيو. مولود ومولودة برج السرطان بيرجعوا لقوتهم،
علما بين هلالين، مواليد برج السرطان من اقوى الابراج اللي بفكرون انه ابراج ضعيفه، مغلطين كثير. اذا بيبكوا نتفي، اذا هن انفعاليين شوي، ما معناتها ابدا ضعاف، بالعكس تماما. فحضروا حالكم مواليد برج السرطان، ترجع لكم القوه، سوبر مان بترجعوا، سوبر وومن بترجعوا، الزهره بيعطيكم الحظ الحلو، الحب بحياتكم، المكافآت الحلوه، لكن انتبهوا من المصاريف، ما معناتها بدنا نصرف اموالنا، ما معناتها انه نحن ما بحق لنا نغنش حالنا، بلا، في اخبار ساره، في زواج، في ارتباط، في نجاح بالمدرسه، في تطور بحياتكم الخاصه، بحياتكم المهنيه، المشتري رح بيساعدكم، وكانكم عم بتمهدوا هيدي السنه لاستقبال نجاح بعد باهر اكثر واكثر في السنه التاليه بعيد ميلادكم التالي. الجزء الثاني يحمل قمر مكتمل في برج الجدي البيت السابع، وذلك رح بيكون بتاريخ 22. لما القمر بيكون مكتمل في برج الجدي اللي هو حدث بيصير مرة بالسنة، هيدا معناتها في مسألة تتعلق بشكل واضح بقضية، يا قضائية قانونية أو بمسألة زواج أو علاقة كتير مهمة، علاقة كتير مهمة، فبدكم تنتبهوا لوين رايحة هذه العلاقة. الفترة متقلبة، الفترة مزاجية، لكن مش بالضرورة تكون سلبية، مش بالضرورة تكون سلبية، لكن معقول يكونوا انتم منرفزين ومعصبين، فكونوا حذرين. اذا القمر المكتمل قد يحمل لمواليد برج السرطان فرحة بغض النظر اذا انتم كنتوا متوترين بهذاك النهار او لا. المواليد الاكثر حظا ابتداء من تاريخ 17 حزيران يونيو هن مواليد حزيران يونيو ومواليد 1 ل 8 تموز يوليو، نفس الطاقه المهمه بتاخذوها ايضا من عطارد يلي رح بيسرع حياتكم بشكل هائل، مش رح تلحقوا مواليد برج السرطان ترتاحوا بالايام العشره الاخيره. زحل رح يعطي مفاجات ساره مهمه جدا قويه جدا جدا لمواليد 11 و12 تموز يوليو. خلونا نروح نشوف الأحوال الفلكية، نروح نشوف الأيام الأكثر حظا أو الأقل حظا. عم بعطي الوقت توقيت عالمي لأنه أسهل لي أسرع لي، وبتزيدوا 3 ساعات بتاخذوا توقيت بيروت الصيفي. نبلش الأيام الأكثر حظا. القمر ببرجكم بتاريخ 7 من الساعة 1:15 الظهر حتى تاريخ 9 7:30 المساء، 7:30 المساء بتزيدوا 3 ساعات يعني 10:30 المساء توقيت بيروت. بنروح لتاريخ 17 من الساعة 6:40 دقيقة الصبح حتى تاريخ 19 4:30 بعد الظهر. تاريخ 26 من أجمل أيام وأكثرها حظا من الساعة 6:10 صباحا حتى تاريخ 28:09 صباحا. بنروح للأيام الأقل حظا، تاريخ 1 من الساعة 3:30 فجرا حتى تاريخ 3، من تاريخ 1 برجع بكرم، تاريخ 1 الساعة 3:30 فجرا حتى تاريخ 3:06 صباحا. بيرجع تاريخ فارغ من الحظوظ كليا، تاريخ 5 من الساعة 9 إلى 3 صباحا حتى تاريخ 7 1 إلى ربع الظهر. تاريخ 14 من الساعة 6:15 مساء حتى تاريخ 17 6:40 دقيقة صباحا. تاريخ 21 الساعة 11 المساء حتى تاريخ 24 3:15 فجرا، وتاريخ 28 من الساعة 9 صباحا حتى تاريخ 30/12 الظهر. حابة بس أذكركم أنه الفترة، فترة الجزء الأول من الشهر، قد تحمل شوية تأخير في معاملات، قد تحمل في الأيام الأقل حظا بشكل خاص بعض الأفكار السوداء، بعض الشعور بالتعب وبعض الالتباسات، فرجاء كونوا منتبهين، خاصة أنه في عنا كوكب المريخ يلي عم بيتنقل بأول 9 أيام في برج الحمل، يلي بيسبب شوية مناقشات وشوية أخذ وعطاء. وبيرجع كوكب المريخ لبرج الثور ببقية الشهر لحتى نوعا ما يدفشكم تتنشطوا وتقوموا بعد النشاطات. تابعوني مع الأبراج الأسبوعية واليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.